Hello guys, yes, الآن يعني حنحكو عن السينتاكس في اللغات، في اللغة يعني السينتاكس كمادة في الجامعة. I have talked about this in English. الآن حنتحدث عليها شوي بالميكست يعني Arabic مع الإنجلش، you know. So syntax، شو نقرأ المادة هذه في الجامعة؟ يعني don't be afraid of it. أول شيء ما تخافش منها، اللي هي عبارة عن إيش؟ هي البرامر، يعني بتقرأ sentences، هذه adjective، هذه noun، هذه adverb، هذه كيف، هذه the plural is على ال y adverb. So بتقرأ شنو grammar actually. syntax هي grammar، grammar هي syntax كل واحد. So بس syntax خاصة في الجامعة هي بتتعامل مع level الثالث، اللي هو مثلا أنت خذيت الفونيمز، فونيمز لأن sounds ولا sound segments، sounds فونيمز اللي هي خليتها أنت في الفونولوجي، طبعا فونيتكس أند فونولوجي خليتها مادة في الجامعة. بعد ذلك جاتك المورفولوجي اللي هو عندنا نحن في اللغة العربية، اللي هو علم الصرف، علم الصرف بروحه والنحو بروحه، اللي هو كأنك تقول مورفولوجي هي علم الصرف، نحو جراما سينتاكس، يعني بدك تقول جراما سينتاكس نحو، هو على الجملة يعني تعريب الجملة وكيف تعرب الجملة. So جاتك طبعا هي الوردز كيف تقول المورفولوجي تحللها وهكي. بعدين جات الوردز هذين ايش يديروا؟ اول شيء يدير لنا فريز، اصل لما ذكرت فريز على طول معناها هذا تعامل سينتاكس، هذا سينتاكس تبي تحدد في الفريزز. وش دويت يعني في الانجلش في المحاضرة السابقة اللي هو ال دويت على السينتاكس and how they how it behave وكيف it behaves، كيف انها تتصرف وتتعامل مع كيف نحلل الجمل. هندور عليها مرة أخرى طبعا بس شنو بالميكس بالعربي يعني for you you guys. So the syntax هي لما تجي خلاص انت خذيت الكورس وكذلك syntax، انا مثلا اي جملة مثلا the boy كلمة تقول the boy plays football. سوري طبعا في الاكزامبل هذا مش معي اليوم، I don't know why. So the play يعني بس انت في الاول لعبت اوكي. معناها noun phrases بتحدد ال phrases. اما احنا قلنا هذه اللي هي تي دايجرام تقدر تديرها الاس نقول ام بي هنا في بي. اما الام بي اللي هي noun phrase، في بي من verb phrase. اما الام بي فيها هنا انت سوري تكون من شيء اي اللي هو determiners. determiners لان اللي وراء الناون كله هنا مثلا هنا هنا مثلا ذا سوري ذا، وهنا الناون اللي هو البوي، وجي الفيرب فريز متكونه من ان بي اللي هو الان اللي هو فوتبول اي، مثلا عندك انا في اللي هو شنو بليس، وتقدر تكسرها بعدين وذلك ذلك. بس هذه هي من احسن الطرق لتحليل الفريزز. يعني في حاجه اخرى اللي هي على السنتاكس، شنو علاقتها يعني او شنو وظيفتها؟ هي الريليشن شيب او دير الاجريمنت بتوين الفريزز يعني العبارات words between بعض، يعني دير العلاقات كيف تحسن. مثلا هنا شوف بليس كيف جت، لانها في هنا بويز، مثلا في جي هنا ذا بويز شنو يحول بلاي، هذه لا اجريمنت كلها ايش تمام. من وظيفه من وظيفه السنتاكس هي جرامر، يو نو ذات، يعني تلعب بالطريقه هذه سنتاكس تدير في هذه الطريقه. عندنا مثلا هنا عندنا في السنتاكس عندنا الحاجات اللي هنا ثوابت اللي هي في اللغه الانجليزيه، اللي هنا عندنا الاسماء nouns، عندنا verbs، بعدين عندنا adjectives هي the parts of speech، بعدين adverbs. الادفيربس طبعا تتكون من حاجة الادجانكت ولا غير ذلك. بعدين اعرف بعدين عندنا سوري prepositions. prepositions بعدين اللي كلمات اللي يمكن انك تفصل منها وعندهن content meaning عندهن معنى يعني. فهذه يتم تحليلها بالطريقة هذه بتدير بين agreements. طبعا مثلا عندك النونس هذه هي النون فريز. طبعا هذه النونس لما اغلب اللي جا initial او finally in English language
يعني really to come in the beginning يعني to come in the middle. أنا في النص يعني اللي ما في البداية وفي الأخير اللي هنا الناس هنا كل طبعا أي نعم أي نعم مثلا حتى هنا مثلا boys boys هنا هي noun phrase حتى boy مثلا ما تجيش هنا boy sorry a boy place فجي هنا هي شنو noun phrase دي مثلا أي noun noun phrase هذا football football صح كلها noun phrase consists of a noun. معنا عندنا الفيرب اللي هو طبعا بلايز انا مرات is playing is playing هي verb phrase بس تتكون من auxiliaries بعدين اللي هو playing اللي هو verb اللي هو في ing ولا غير ذلك. عندنا adjective comes when عندنا يا اما attributive او predicative. كيف attributive او predicative؟ يعني attributive معناها جي بحت هذا الاسم جن خلف الاسم معناها attributive يعني صفه وموصوف مثلا مثلا pretty boy beautiful boy for example pretty boy أو ugly boy أو nice boy nice يعني هي جت attributive أو طبعا عندها مكانة ال adjectives أو مع ال capable verbs اللي هن ال verb to be و seems و sounds capable verbs جي على بطل مثلا هنا هي for example a nice boy nice boy هذا شنو attributive يعني صفة وموصوف مرات جي قول predicative اللي هي النعت okay a boy is nice boy is nice يعني هذا nice هنا هي predicative بعد الكابيولا فيرب يعني بعد الكابيولا فيرب يا قبل الاسم هذينا attributive هذي predicative هذي adjectives بس اوكي adverbs يجي في اي مكان في الجملة من هنا من قدام من خلف في النص عندنا frequency adverbs of colors adverbs of so on so forth prepositions عارفينهم طبعا لنا prepositional phrases وعارفين عارفين ان الان والاد والاون عارفين ان انت طبعا بيربس بوزيشنز بتاعت البليس والى غير ذلك بتاعت تايم والى غير ذلك هذه كل التصرفات والاجريمنت بتوين ذم اللي مش تقعد السنتنس كلها مينينفول الفريز اللي زينا تحطها مع بعضهم فريزز ريتا ناون فريز فيرب فريز درنا بيهم اجريمنت يعني اوكي فهذه هي علاقه السنتكس كيف مثلا يلعب الولد مثلا نفس اللغة العربية بالضبط حتى هي النحو طبعا يلعب الولد صح ليش انا يدلنا مثلا مرات مثلا كيف بدي السنتاكس هذه هي وظيفتها هي وظيفتها مثلا هنا ندير الفتاة عودنا الفتاة نقطة يلعب الفتاة ما تجيش ضروري في اجريمنت هذه وظيفة السنتاكس شنو تدير تلعب الفتاة تلعب الفتاة نفس القصة نفس بالضبط راه يعني بالضبط بالضبط الإنجليزي يحس بالشيء هذا نفس القصة نفس اللي حسيت أنت يا عربي في هذه نفس هذه مثلا لما تحول هذه أنا قلت يلعب الفتاة لكن لما درتك هي for example مثلا boy plays معناها تلعب الفتاة نفس بالضبط يعني يعني الـ agreement between sentences and so on and so forth in Arabic syntax ما تخافش منها هي noun phrases, verb phrases, adjective phrases, verb phrases يعني it's easy to spot يعني عندك هذين الـ parts of speech يعني عندك عندك تو تلقى الـ verb phrase في الـ auxiliaries إن في ممكن هنا الـ is والـ am والـ are ولا غير ذلك والـ will والـ will okay بعدين عندنا الـ adverbs and prepositions. Thank you guys for listening.